صحتنا مسؤوليتنا مش مسؤولية الدكتور. ايه الدور الفعال اللي انا اقدر اقوم بيه من اول ما اصحى الصبح كل يوم لغاية لما انام؟ احنا في مجتمع يتصف بالقدرية بصفة عامة، لو اصابنا مرض او حصلت حاجة معينة بنقول ده ربنا اشاء بيها وما نقدرش نعمل حاجة عنها، لكن احنا في امكاننا ان احنا نتحمل مسؤولية ونغير مسار المرض او القصة دي. مرض السكر يتعامل معاه ازاي ويتعايش معاه ازاي؟ الامراض المعدية، الادمان، الوقاية، الاكل اللي باكله، العادات اللي انا بكتسبها كل يوم، هل بتحرك ولا هل قاعده باستمرار، هل بدخن انترنت والكمبيوتر طول الوقت ولا بعيش حياتي بصفه متوازنه واخد مسؤوليه مش بس نفسي لكن صحتي انا وصحه بيتي وصحه اولادي وصحه المجتمع اللي انا عايشه فيه. اهلا بيكم في حلقه جديده من صحتنا مسؤوليتنا، موضوعات تهمنا. احنا سمعنا عن الادمان، طبعا بنتكلم على ادمان السجاير، ادمان المواد المخدره، ادمان المشروبات الكحوليه، لكن ايه رايكم بقى في ادمان الانترنت؟ اعتقد انه كلنا هنتفق يعني انه الانترنت بصراحه غرقتنا جمايل، يعني بنستعملها كل يوم وبطرق كتيره جدا، بنشوف بعض، بنكلم بعض، بنتعلم. اللي في طالب في الجامعه والمدرسه بيعمل شغله وبحوثه على بيستعين بالانترنت، بتقرب البعيد، فيسبوك طبعا الناس كلها اغلب الناس على فيسبوك وبتعرف اخبار بعض واصدقاء بيلاقوا بعض، يعني مزاياها كثيره جدا جدا. الانترنت هناخد مثل، في مصر ابتدت تقريبا سنه 93، وفي نهاية التسعينات كان عدد المستخدمين ما يكترش عن 40,000. في 2008 عدد المستخدمين زاد وصل ل20 مليون. لغاية 2012 كان تقريبا في 31 أو 32 مليون مستخدم للإنترنت. طبعا لغاية النهاردة العدد زاد جدا، لأن احنا دلوقتي بقينا مش لازم أبقى قاعد على كمبيوتر ولا لابتوب في الشغل، لكن عندي في البيت وعندي في الموبايل. خلينا نشوف فادي، ده ولد عنده 15 سنة بيستعمل الانترنت، ولما بنسأله عليها بيقول ده أنا ما أقدرش أعيش من غيرها. ساعات مرة نسي يروح الامتحان، قاعد على الانترنت على الكمبيوتر بيشتغل ونسي يروح الامتحان، يفوت الأكل، ينسى يشرب، ويقوم فجأة يلاقي نفسه عطشان وجعان. حاجات مثلا معينة كان بيعملها مع أهله، كان يزور قرايبه وجدته أو كده، بطل خالص، مش فاضي على الانترنت طول الوقت. بيحاول يعني أنه يقلل شوية لكن مش قادر، حس أنه يعني بيبقى فيها إثارة ومتعة وانبساط، فمش قادر أنه يقوم ويبطل الكلام ده عشان يعمل حاجات تانية مع أهله. طب في حاجة اسمها إدمان إنترنت؟ العلماء والباحثين اتفقوا على أنه فعلا وصل الوضع لإدمان الإنترنت. بنشوف يمكن كمان ناس سايقين في الطريق، مش بس بنتكلم في التليفونات، لكن باصص على الإنترنت، على التليفون، على فيسبوك، ولا بيرد على حاجة. ودي حاجات سلوكيات بقت في منتهى الخطورة، لأن حب الإنترنت طاغى على انه الواحد بيفكر بطريقه سليمه او بيتصرف بطريقه سليمه. حوادث طريق كتيره جدا بسبب الانشغال بالتليفون، بالموبايل، بالايباد وخلافه. طب ايه هو ادمان الانترنت؟ هل هو يعني ناس كتيره تسالني هو يعني اقعد على الانترنت كام ساعه عشان يتقال عليا مدمن؟ هو مش بعدد الساعات، في فرق ان انا مثلا لازم اشوف الإيميل علشان الشغل مثلا، أو عشان الدراسة، أو علشان حاجات معينة لازم أعملها، أو حاجات جميلة أنا حابة أتعلم عنها، أماكن لطيفة أتفرج عليها وأشوفها. وفي فرق إن أنا أهمل كل حاجة في البيت وفي الأسرة عشان أبقى قاعد على الإنترنت. فالمدمن الإنترنت بيحس إنه دايما في حالة توتر وقلق ومتعصب لما بيبعد عنها، لما مثلا يجبر لأي سبب من الأسباب انه يسيب الشاشه. بيبقى مبسوط قوي لما وعنده كده ارتياح وحاله يعني نفسيه مبسوطه ومسترخيه لما يبقى قاعد على الشاشه ايا كان اللي بيعمله. كمان لو ما بيبقى مش موجود في حاله ترقب دائم انه يجي يستعملها مره تانية، يعني لدرجه ناس بتفضل تقع من النوم، يعني
يغلب عليها النوم وهي قاعدة على الكمبيوتر، يعني سهران 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 لغاية لما مش قادر تاني. دي كلها مظاهر تثير القلق من استعمال الانترنت. خليني افكر، المدمن طبعا ما بيحسش بالوقت اطلاقا، ومعاه بيفقد سواء ناس في مختلف مراحل العمر، لو طالبة، لو ست بيت. حد مثلا كان بيقول لي انا بصحى في نص الليل الساعة واحدة ما اقدرش انام تاني، اروح على فيسبوك واروح على الانترنت اقعد لغاية الساعة 6 7 الصبح معايا عشان تطلع تشوف بيتها وتروح الشغل تاني يوم الصبح. فدي كلها مظاهر مقلقة في تخلينا نقف وقفة ونسأل نفسنا، أنا استعمالي للإنترنت شكله إيه؟ طبيعي ولا في حاجة تقلق؟ هنكمل مع بعض المرة الجاية إن إحنا نتناقش أكتر على إدمان الإنترنت وإزاي ممكن نتخلص منه.